في السنة اللي بتتوج فيها إمارة الشارقة كعاصمة عالمية للكتاب، بيتجدد اللقاء بين الكتب وقراءها من خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 38، واللي بترفع شعار افتح كتابا تفتح أذهانا. افتح كتابا تفتح أذهانا هو شعار العاصمة العالمية للكتاب، ولكن هذا الشعار أيضا نستمد منه القوة في معرض الشارقة دول الكتاب لتكون دورة استثنائية بكل المعايير، بما تقدمه من ثقافة، من فكر، من إبداع فكري. تقدم كل ما هو جديد في الثقافة والإبداع الفكري. اليوم نحن من خلال كتاب واحد نخاطب مئات العقول، من خلال كتاب واحد نخاطب مئات الألسنة، ومن خلال الكتاب الواحد نخاطب شعوب العالم، ومن خلال لساننا العربي ترجمنا ملايين الكتب إلى لغات العالم لنعلمهم ثقافتنا وحضارتنا. إن أمة تقرأ تقرأ. هذا المعرض المنتظر الذي يعني يحث على القراءة وعلى الثقافة وعلى اقتناء الكتب، نحن نبارك للجميع الافتتاح، خاصة في هذا العام، العام الذي تتوج فيه الشارقة عاصمة عالمية للكتاب. نتمنى من خلال وجود هذا المعرض أن تكون الشارقة منارة للثقافة، وتكون إمارة كعادتها تحث على اقتناء الكتب وغرس ثقافة القراءة عند الجميع. فهذه فرصة ليس فقط لإمارة الشارقة يعني تسويق نفسها من خلال هذا المعرض، ولكن هذا كونه معرض من أهم ثلاث معارض على مستوى العالم، فهذه فرصة أيضا للآخرين أن يسوقون لنفسهم من خلال هذا المعرض. إحنا عدد الزوار بس الطلبة اللي يجون بس منصة وزارة التربية والتعليم يمكن العام كانت إحصائية 30,000 طالب ويشارك في الفعاليات الموجودة في المنصة. هاي هي المسؤولية، مسؤولية الطالب، مسؤولية المدرسة. اليوم نحن يعني ما نبغى نحصر أنشطتنا داخل المدارس، نبغاها تطلع للجمهور والجمهور يتفاعل معنا. أنا اليوم يمكن أقول لك مو بس فقط الأطفال، نحن نستهدف أيضا أولياء الأمور، نستهدف أيضا المعلمين. فالبرامج والفعاليات اللي بتكون متواجدة طوال فترة المعرض بتستهدف جميع فئات التربوية في وزارة التربية والتعليم. شوف، كثير أنا جاي كثير للمعرض، حتى لما كان في الخيام بالمراحل الأولى يعني، وهو معرض طبعا يتطور باستمرار بصراحة، وهو واحد أيضا من أحسن المعارض على مستويات كثيرة. أولا على مستوى الكم، يعني فيه كم كبير من دور النشر العربي التي تشارك والدولية أيضا، فيه أيضا الجدة لأنه أغلبية الأعمال تقريبا جديدة، لأن من شروط المعرض أن الأعمال ما يكون مر عليها كذا سنة، يعني حتى ما تعيد يعني من جديد في الأشياء التي عرضت سابقا. فمعناته أن القارئ الذي لا يصل إلى الكتاب بالطرق التقليدية عن طريق المكتبات يصل عن طريق المعرض. دار المعارف من أعرق المؤسسات في الوطن العربي، احنا عمرنا 130 سنة، تأسست 1890، إنما يعني زي أي مؤسسات كبيرة بتمر بفترات ازدهار وفترات انحسار. الحمد لله يمكن في الفترة الأخيرة قدرنا أن نعيد الصورة الذهنية بشكل جيد لدار المعارف، من إصدارات، من مكانة، من نشاط، من توسع في التسويق على مستوى الوطن العربي. دار المعارف لها رصيد أكثر من 26,000 كتاب أنتجته على مدار إنشائها. دار المعارف كان لجنة النشر فيها الدكتور طه حسين، عباس العقاد، علي الجارم، فمش غريب على دار المعارف من كده. أما بقى أنه يكون من الشارقة فده شرف لينا الحقيقة، لأنه من بلد تعشق الثقافة، الحاكم الوحيد اللي بيقدم للثقافة كل جهده وكل تيسير ويعشق الثقافة، فده شيء يشرفنا. وأنا كنت دايما يمكن بشارك من أول معرض للكتاب في الشارقة وأول معرض للكتاب في أبو ظبي، أنا عندي دي أكبر جايزة في الدنيا حصلت عليها في تاريخ النشر في حياتي المهنية اللي هي يمكن تمتد لأكثر من 40 عام. معارض الكتاب العالمية عادة يعني من حيث الإدارة، من حيث المكان، الديكورات، يعني قد يعني هنا قواسم مشتركة كثيرة، ولكن تحس هنا اللمسة العربية، اللمسة الشرقية الحميمة. أعداد ضخمة وهائلة جدا،
من دور العرض والنشر والهيئات التعليمية، الهيئات الثقافية والعلمية المشاركة، أعداد هائلة جدا على مستوى العالم، إلى جانب ابتكار، نوع من الابتكار، نوع من التطوير، نوع من الأداء المتميز جدا 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 عن الأعوام السابقة، ونتمنى أن يستمر هذا الأداء المتميز للأعوام القادمة. لكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأعداد المثقفين، أعداد الناس، أعداد المشاركين، أعداد هائلة جدا أكثر من كل الأعوام، زائد الأداء، الابتكار، العرض، أشياء كثيرة جدا ملموسة ورائعة وجميلة لم تكن في الأعوام السابقة. كتاب رحلة البحث عن أنا، مثل ما يقولك الكتاب ينعرف من عنوانه، هو كتاب تطوير ذات، تنمية وتوعية للذات. تناقشت في الكتاب بأن سبحان الله كل إنسان فيه له شعلة شغف خامدة، فعلشان أن الشخص هذا يقدر يكون باستطاعته أن يطلع الشغف هذا اللي فيه، لازم يعير الانتباه لكل ما يثير انتباهه. عم نستخدم التكنولوجيا أكثر من الكتاب، فعد هذا المعرض عم يفيد الناس بهاي الشغلة، أنه مثلا عم يخليهم يفتحوا يرجعوا للقراءة العادية، القراءة الكتاب. لاحظت أن الحلو فيه أنه مش معرض للكتب بس، هو يعني عرس ثقافي، عرس ترفيهي للأطفال، للصغار، للكبار. حلو فيه تنوع الفعاليات حق الكبار وحق الصغار. دورة الكتاب 38 مختلف من حيث التنظيم، من حيث العروض، من حيث المضمون والمحتوى، كمان بالإضافة إلى العارضين والناشرين. الشارقة تستقطب رواد الفكر والأدب وعمالقة الأدب على مستوى العالم.